بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم اصرف عنا شر القضاء واشمل عبادك برحمتك الواسعة. أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المسؤولين الذين بذلوا جهودا كبيرة، سواء في مجال مكافحة الوباء أو العمل على استمرار العملية التعليمية، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. هذه المحاضرة من طرف الأستاذ محمد العروسي، وهي تتعلق بمادة النظريات الاقتصادية، ولكننا سوف نركز بالأساس على الأفكار الاقتصادية لدى ابن خلدون والمقريزي. إذن قبل الخوض في الأفكار الاقتصادية لابن خلدون، لابد من عرض نبذة موجزة عن حياة هذا المفكر وإنتاجه الفكري. المصدر المهم الذي يتضمن تفاصيل حياة صاحب المقدمة هو كتاب التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا، وهذا الكتاب ألفه ابن خلدون عندما كان مقيما بالقاهرة. ولد ابن خلدون بتونس عام 732 هجرية 1332 ميلادية من عائلة أندلسية شغل أفرادها مناصب سياسية ودينية مهمة. بدأ ابن خلدون دراسته مبكرا، واستهلها على يد والده وبعض الأساتذة في تونس آنذاك. حفظ القرآن لينتقل بعد ذلك إلى دراسة العلوم الدينية واللغوية من حديث وفقه ونحو وأدب. في سن 16 اتصل ابن خلدون بأحد الفلاسفة، هو أبو عبد الله عمر بن إبراهيم الأبيلي، فانصرف انصرافا كليا لدراسة الفلسفة وعلومها من حساب ومنطق وكلام وإلهيات. يقول ابن خلدون في هذا الصدد: فلزمت مجلسه أي الآبلي، وأخذت عنه وافتتحت العلوم العقلية بالتعاليم، ثم قرأت المنطق وما بعده من الأصلين وعلوم الحكمة. وهكذا استطاع ابن خلدون أن يتعرف على جوانب مهمة من الفكر الفلسفي. ثم ما لبت ابن خلدون التحق بفاس التي كانت آنذاك ساحة ثقافية مهمة، والتحاقه كان سنة 1352 ميلادية 732 هجرية. وأسند إليه أبو عينال الماريني وظيفة الكتابة. وفي نفس الوقت، وبما أن مدينة فاس كان بها عدد من العلماء، فقد انكب ابن خلدون على الدراسة والتحصيل، وكانت له علاقات مع مجموعة من العلماء آنذاك. فمدينة فاس لم تكن مدينة علم وثقافة فقط، بل كانت عاصمة سياسية، حيث اتخذها المارينيون عاصمة لملكهم. إذن كان يتواجد بمدينة فاس سياسيين محترفين، فدخل ابن خلدون في علاقة مع بعضهم، من بينهم أمير حفصي كان مسجونا لدى السلطان الماريني، وتسبب له ذلك في سنتين من السجن. بعدما تقلب ابن خلدون في عدة مناصب سياسية، وتبعا لعدم الاستقرار السياسي بشمال إفريقيا نتيجة للثورات والصراعات بين مختلف الكيانات السياسية، فقد التحق ابن خلدون بالأندلس سنة 804 هجرية 1363 ميلادية. وفي العام التالي قام ابن خلدون بمهمة
لملك غرناطة لدى ملك قشتالة لعقد الصلح بينهما. وخلال هذه الفترة دخل في علاقة مع أمير بجاية أبي عبد الله الحفصي، وطلب منه هذا الأخير القدوم لتولي منصب الحجابة. والحجابة حسب تعريف ابن خلدون هي الاستقلال بالدولة والوساطة بين السلطان وأهل دولته، لا يشاركه في ذلك أحد. إذن فاشتغال ابن خلدون بالسياسة جعله من جهة يطلع عن كتب على شؤون الحكم وبنيته والدعائم التي يقوم عليها والأساليب المختلفة التي يلجأ إليها السلطان لحماية ملكه، كما مكنه من جهة أخرى من الاتصال والاحتكاك برجال الدولة. وأدى الصراع بين مختلف الكيانات إلى عدم الاستقرار السياسي، ولهذا قرر ابن خلدون الانصراف كما يقول عن الخوض في أحوال الملوك. رغم انصراف ابن خلدون عن الوظائف فقد كان مجبرا تحت ضغط السلاطين للقيام ببعض المهام، وخاصة تأليف القبائل وضمان تبعيتها لهذا السلطان أو ذاك، مما جعله يطلع على شؤون القبائل كما يظهر ذلك من خلال مؤلفه كتاب العبار ومن خلال المقدمة. وانتهى به الأمر أخيرا إلى قلعة بن سلامة التي انعزل فيها وارتبط اسمها باسم مقدمته الشهيرة، حيث قضى بها 4 سنوات. التحق بعدها بتونس ثم بمصر، درس بجامع الأزهر، ثم تولى القضاء ووافته المنية سنة 1406. يعتبر ابن خلدون في رأي الكثيرين بل الجميع تقريبا بأنه أكبر مفكر اجتماعي ظهر في الفترة الفاصلة بين أرسطو أي القرن الرابع قبل الميلاد وزمن ميكافيلي صاحب كتاب الأمير أي القرن 16. وقدم ابن خلدون نموذجا فكريا في الدراسة على أساس تداخل الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ووظف منهجا قائم على دراسة مختلف الظواهر والوقائع، مكنه من صياغة نظريات بل أسس علما جديدا أطلق عليه اسم العمران البشري. لذا يعتبر ابن خلدون مؤسس لعلم الاجتماع قبل أوغست كونت في القرن 18، والذي يعتبره الأوروبيون من طبيعة الحال هو المؤسس لعلم الاجتماع. وسنقتصر هنا على عرض نظرياته الاقتصادية، وتتلخص فيما يلي: العمران والعصبية، نظرية السكان، نظرية القيمة والأسعار، ثم تقسيم العمل. فيما يتعلق بالنظرية الأولى العمران والعصبية، في المقدمة أعلن ابن خلدون أنه أسس علما جديدا أطلق عليه اسم العمران البشري. فقد أكد في دراسته للتاريخ والذي هو في حركية دائمة على كيفية الانتقال من العمران البدوي إلى العمران الحضاري، وعلى دور
وعلى دور العصبية في قيام الدول، والعصبية لا تكون فاعلة سياسيا وعسكريا إلا بالارتكاز على دعوة دينية، كما هو شأن المرابطين العصبية الصنهاجية أو الموحدين العصبية المصمودية. فهذه الدعوة بالإضافة إلى العصبية فإنها تخلق تلاحما بين مختلف مكونات القبيلة أو الاتحادية، مما يكسبها قوة تدفعها إلى انتزاع السلطة من السلالة الحاكمة، والتي تكون قد وصلت إلى مرحلة تلاشي حسب تحليل ابن خلدون. وفي دراسته للعصبية وبيان الأساس الذي تقوم عليه والدور الذي تلعبه في الحياة الاجتماعية عموما وحركة التاريخ خصوصا، انطلق من فكرة الوازع، وهي التركيب للتناقض، ضرورة التعاون والطبع العدواني. حول اجتماعية الإنسان كتب ابن خلدون: فالإنسان لا تستقيم أحواله إلا بالعيش مع غيره من بني جنسه. وهناك من جهة ثانية الطبع العدواني، يقول ابن خلدون: فيهم الظلم والعدوان بعض على بعض، فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه امتدت يده إلى أخذه إلى أن يصده وازع. والحياة الاجتماعية حسب ابن خلدون تتطلب نوعا من السلطة تحفظ للمجتمع تماسكه وتعمل على تقوية التعاون بين أفراده وكبح عدوان بعضهم على بعض سواء كأفراد أو جماعات. إلا أن هذه السلطة أي الدولة، والتي يرتبط ظهورها بالعصبية، تمر بثلاث مراحل: مرحلة النمو، مرحلة الازدهار، ومرحلة التلاشي. وهذه المراحل حسب ابن خلدون هي تتطابق مع التطور البيولوجي للإنسان. ونورد هنا نصا لابن خلدون: أن القبيل إذا حصل لهم الملك والطرف كثر التناسل والولاد، فكثرت العصابة واستكثروا من الموالي والصنائع، وربيت الأجيال في جو ذلك النعيم والرفاه، فازداد عددهم وقوتهم. وإذا ذهب الجيل الأول والثاني وقل العدد هرمت الدولة وقلت الصنائع، فلا تبقى الدولة على حالها من القور. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بالعمران والعصبية. أما النظرية الثانية فهي نظرية السكان. إذن قام ابن خلدون في المقدمة بدراسة العمران البشري، ورأى ابن خلدون أن العوامل الجغرافية هي التي تتحكم في توزيع السكان. يبدأ ابن خلدون بنظرة إجمالية لأقسام المعمور من الأرض واختلاف أجزائه من حيث وفرة العمران وقلته، ويرى بأن كما هو في الواقع بأن الكثافة السكانية تختلف من منطقة إلى أخرى حسب المعطيات الطبيعية. بطبيعة الحال فإن هذه الفكرة ليست جديدة، ولكن أخذها من عند المفكر اليوناني أرسطو. فالكثافة حسب ابن خلدون تكون ضعيفة في المناطق الحارة والباردة، بينما تختلف الكثافة في المناطق المعتدلة حسب طبيعة الأرض، هل الأرض خصبة أم هناك جذب كما يقول ابن خلدون. إذن هذا فيما يتعلق بالعنصر الأول المتحكم في توزيع السكان. من جهة ثانية أكد
أكد ابن خلدون على الصلة الموجودة بين السكان والحضارة، واعتبر كثرة السكان عاملا أساسيا في النمو والازدهار. وبهذا الصدد نورد نصا لابن خلدون يتكلم فيه عن الطاعون الذي حل بالعالم الإسلامي آنذاك ونتائجه الوخيمة، أي أنه وباء اكتسح العالم في منتصف القرن الرابع عشر، ربما فهو شبيه بالوباء الحالي الذي نعاني منه الآن. يقول ابن خلدون: ما نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه المئة الثامنة من الطاعون الجارف الذي تحيف الأمم وذهب بأهل الجيل وطوى كثيرا من محاسن العمران وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها، فقلص من ظلالها وفل من حدها وأوهن من سلطانها وتداعت إلى التلاشي والإضمحلال أموالها، وانتقص العمران بانتقاص البشر فخربت الأمصار والمصانع ودرست السبل والمعالم وخلت الديار والمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن، وكأن بالمشرق قد نزل به ما نزل بالمغرب لكن على نسبته ومقدار عمرانه، وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض. يظهر من خلال هذا النص العلاقة بين التدهور الديموغرافي ومختلف أوجه الحضارة. فمن نتائج التقهقر الديموغرافي الناتج عن الطاعون ضعف الدول لانهيار مداخلها المالية بسبب تدهور الأنشطة الاقتصادية، الفلاحة، التجارة، الصناعة، إضافة إلى ما يرافق فترة الجفاف من اضطرابات. وحاليا أظهرت مجموعة من الدراسات العلاقة بين التراجع الديموغرافي والأزمات السياسية والاقتصادية، وخير دليل على ذلك ما نعيشه اليوم بسبب جائحة كورونا. وفيما يخص الحياة الاقتصادية، يؤدي التراجع العددي للسكان إلى تقلص المساحات المزروعة وانتشار الأحراش، أي بعبارة أخرى تدهور الإنتاج الفلاحي، لأن الوسائل التي كانت مستعملة هي وسائل تقليدية كالمحراث الخشبي، ولذلك فالوسيلة الفعالة لاستغلال الأرض هي الطاقة البشرية والحيوانية. كما يؤدي هذا التدهور إلى انخفاض حجم المبادلات وضعف الإنتاج الحرفي. نظرية القيمة والأسعار، يحصر ابن خلدون وسائل الكسب في ستة، فيقول: إن تحصيل الرزق وكسبه إما أن يكون بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه ويسمى مغرما وجباية، وإما أن يكون من الحيوان الوحشي باقتناصه وأخذه برميه من البر والبحر ويسمى اصطيادا، وإما أن يكون من الحيوان الداجين باستخراج فضوله المنصرفة بين الناس في منافعهم كاللبن من الأغنام والحرير من دوده والعسل من نحله، أو يكون من النبات والزرع والشجر بالقيام عليه وإعداده واستخراج ثمرته ويسمى كل هذا فلاحا، وإما أن يكون من الكسب من الأعمال الإنسانية إلى آخره. إذن هنا ثم يعود ابن خلدون فيوجز مجموع الأنشطة في ثلاث: الفلاحة، وهي حسب تعبير ابن خلدون معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو، الصناعة، ويقصد بها الأعمال اليدوية والأعمال الفكرية، إذن هنا ليس لنا الوقت لمزيد من التفصيل، ثم التجارة والتي تقوم على طلب الربح ببيع مختلف السلع. إذن بعد تصنيف الأنشطة الاقتصادية، يرى ابن خلدون أن العناصر الأساسية لتحديد قيمة مادة ما هي كالتالي: العمل، المنفعة، النفقات أو التكلفة.
فيما يتعلق بالعمل، قدم ابن خلدون أول نظرية علمية في القيمة، وأكد أن العمل هو محدد ومحدد رئيسي لقيمة مادة ما، كما أن قيمة المادة ترتبط بفائدتها، أي ما تقدم من فائدة للإنسان. فمثلا القلم يفيد في الكتابة، المحراث يفيد في الحرث. ويضيف ابن خلدون عنصرا ثالثا لتحديد القيمة يتمثل في النفقات، فيقول إذا كانت الأثمان أثمان الأقوات في قطر الأندلس أعلى منها في شمال إفريقيا، فذلك لأن الزراعة في الأندلس تحتاج إلى عمل أطول وكمية أكبر من النفقات. إذن وبهذا يعتبر ابن خلدون تكلفة الإنتاج أساس القيمة، وكان له السبق على المفكر الإنجليزي الليبرالي أدم سميت وعلى كارل ماركس. كما تحدث ابن خلدون عن الأسعار، فلاحظ أن أسعار المواد الضرورية ينخفض كثيرا في حالة الوفرة، أي أنه ربط بين الأثمان وكمية الإنتاج، في حين أن السلع الكمالية تبقى أسعارها مرتفعة. وسجل الصلة بين انخفاض الأسعار والأزمات، فلاحظ أن الملاك الكبار يشترون العقارات في فترات الأزمات والجمود تتناسب مع مرحلة سقوط الدولة، ويبيعونها في مرحلة ارتفاع الأسعار وتزايد النشاط الاقتصادي. وختاما فيما يتعلق بنظرية تقسيم العمل، يرى ابن خلدون أن العمل مقسما بين الأفراد، وتقسيم العمل يؤدي إلى اكتساب الخبرة والرفع من الإنتاج. ويميز ابن خلدون بين العمل العادي والعمل المتخصص، ويؤدي العمل وما ينتج عنه من قيم إلى التراكم، وهي الفكرة التي جاء بها أدم سميث خلال القرن 19. وشكرا.